باين من وجهي قد إيش الريحة تجنن. اليوم حسوي معاكم رز أوزبكي باستخدام رز الوليمة. نغسل الرز وننقعه لمدة ساعة. أحط زيت زيتون وعليه كمية حلوة من البصل. بعد ما يشقر معايا البصل أضيف الجزر. بعد ما قلبناهم شوية نضيف اللحم ونضيف كمون فريش عشان تصير النكهة رهيبة. وبعد ما قلقلنا اللحم شوية نضيف الموية. وبعد ما استوى اللحم نضيف الملح والرز اللي نقعناه وراس ثوم. الآن احنا رافعين النار ولما تتشرب الموية أبدأ أضيف الزبيب والجزر الباقي وحبات الفلفل. دحين باقي كمية بسيطة من الموية، حقفل القدر وأخليه يستوي على نار جدا هادية. وجينا على اللحظة الحماسية، أنا مرة أحب الرز الأوزبكي كده يكون الجزر فيه كثير والزبيب، ويلا نذوق. ما أقول لكم الطعم قد إيش طعم، والرز نثري جنن.